تحقيق العدالة إزاء المسؤولين عن هذا الهجوم إذا أكد وقوعه الدكتور سيلستروم، وللحد في المستقبل من استخدام هذا النوع من السلاح الفظيع. وهناك حاجة ملحة لعقد مؤتمر للسلام في جنيف لوقف إطلاق النار. إن الشعب السوري بحاجة إلى السلام. سيداتي وسادتي، دعوني أتحدث قليلا عن مناقشات قمة مجموعة العشرين، حيث تم إحراز التقدم بالنسبة للتجارة والاستثمار. وقمت بحث قادة مجموعة العشرين باتخاذ الإجراءات اللازمة للنمو الاقتصادي والاستثمار. قمت بحثهم على الإسراع في هذه الإجراءات لتحديد أجندة للتنمية الدولية فيما بعد عام 2015 والتصدي للتغيرات المناخية. وقد شعرت بالتفاؤل إزاء ردود أولئك القادة، وأتطلع إلى البناء على هذه الاقتراحات بعد قدوم القادة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. سأطلعكم بمزيد من التفصيل الأسبوع المقبل على أولوياتي، وأشكركم لاهتمامكم، وأنا على استعداد لأرد على أسئلتكم. Good morning, Secretary General. صباح الخير سيد الأمين العام، سي بي اس نيوز، وكرئيس لرابطة المراسلين في الأمم المتحدة، أود أن أشكرك على إطلاعك على ما حدث في قمة العشرين. وسؤالي هنا هو، كان هناك إعلان من وزير الخارجية الروسي بأن روسيا ستمارس الضغط على روسيا لوضع الأسلحة الكيماوية تحت رقابة المجتمع الدولي، وبشار الأسد قال في مقابلة تلفزيونية إنه لا يقر بوجود أسلحة كيماوية في سوريا. كيف في رأيك يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن؟ هل من شأن هذا أن يؤدي إلى قرار في مجلس الأمن؟ شكرا. لقد اطلعت على ما قاله وزير الخارجية سيرجي لافروف قبل لحظات، كما أنني اطلعت على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم في لندن، وأنا أرحب بهذه الأفكار. وفي الواقع كما قلت في كلمتي الافتتاحية، كنت أنظر في بعض المقترحات التي بوسعي أن أرفعها إلى مجلس الأمن عندما أقدم تقرير فريق التحقيق. وعلى مدى أيام كنت أنظر في هذه المقترحات، وبصفة خاصة أنظر في حث مجلس الأمن على طلب النقل الفوري للأسلحة الكيماوية والمواد الكيماوية إلى أماكن داخل سوريا حيث يمكن تخزينها بسلامة ثم تدميرها. أنا أحث الجميع على أن سوريا يجب ألا تكون مكانا لأسلحة الدمار الشامل. شكرا سيد الأمين العام. مع الوضع الحالي وقرع طبول الحرب في المنطقة، هل تعلم ما إذا كان الدبلوماسيون يتباحثون في إجلاء موظفي يونيفيل لقوة السلام للأمم المتحدة من لبنان؟ لدينا عدد من موظفي الأمم المتحدة ممن يعملون في سوريا، بمن فيهم موظفون دوليون وموظفون محليون. وبالنسبة لموظفي وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين أنروا، لدينا مئات الموظفين، لدينا ما مجموعه حوالي 4500 موظف في سوريا. وقد قمنا بإجراء الاستعدادات اللازمة بشأن ضمان سلامة وأمن
موظفي الأمم المتحدة، وطبعا سنواصل رصد تطورات الأوضاع بعناية، وأؤكد لكم أن أمن وسلامة الأمم المتحدة وموظفيها تتصدران أولوياتنا، ولكن هؤلاء الموظفون يقدمون المساعدات الإنسانية يوميا للمحتاجين للإعانة، وبوسعي أن أطمئنكم بأننا نقوم بالاستعداد اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفينا. James Bates from Al Jazeera. James Bates من الجزيرة. إذا قالت سوريا نعم بالنسبة لنقل مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة الدولية، ما هو الجدول الزمني لردكم على ذلك؟ أعتقد أن هذا هو السبيل السليم لسوريا أن توافق على هذه المقترحات، وأنا متأكد بعد ذلك من أن المجتمع الدولي سيرد بسرعة للتأكد من أن هذه الترسانة من الأسلحة الكيماوية سيتم تخزينها بسلامة وأمان، ثم سيتم تدميرها حتى لا نبدي القلق إزاءها. وأولا وقبل كل شيء يجب أن توافق سوريا موافقة إيجابية على هذا المقترح. Thank you, Mr. Secretary. شكرا السيد الأمين العام. The foreign minister of Russia has said that. إن وزير خارجية روسيا قال إنه إذا مضت الولايات المتحدة قدما في شن هجوم عسكري ضد سوريا، that will be the end. فإن هذا سيكون نهاية محادثات السلام في جنيف. هل تعتقد أن هذا هو الحال؟ وما هو الذي تحاول إقناع الكونغرس بفعله؟ كما تعلمون أنا كنت في سان بطرسبرغ مع المبعوث الدولي والعربي الخاص لخضر الإبراهيمي، وناقشنا جميع القضايا المتعلقة بالأوضاع الحالية و النقاش الحالي حول الرد الدولي وتأثير ذلك على مؤتمر جنيف. وحاليا بإمكاننا أن نفكر بأن هذا سيكون له وقع سلبي على مؤتمر جنيف، ولكن من الأهمية بمكان أن نواصل البحث عن سبيل لعقد مؤتمر جنيف في أقرب وقت ممكن. فالحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن في الوقت الحالي. كانت هناك نقاشات عديدة بين قادة العالم حول عدد من القضايا، ولكن حاليا لا توجد لدي إجابة واضحة على هذا السؤال، ولكن بإمكاني أن أؤكد لكم أن الأخضر الإبراهيمي سيواصل التعاون معي لإقناع الولايات المتحدة وروسيا، وهما الدولتان صاحبتا الاقتراح بالمضي قدما. Mr. Secretary General, should you be successful at getting the chemical weapons under control, كنت ناجحا في فرض السيطرة على الأسلحة الكيميائية، ما هو الاقتراح لديكم للتأكد من أولئك المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة الكيماوية سيخضعون للعقاب؟ لأن الفريق الدولي لن يحيل المسؤولية إلى أحد، بل سيقرر ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية قد استخدمت أم لا. هاتان قضيتان منفصلتان، قضية المحاسبة أمر منفصل، يجب أن نتأكد من أن أي شخص يرتكب جريمة من هذا القبيل باستخدام الأسلحة الكيماوية، ويجب أن نتأكد من أن الأسلحة الكيماوية حاليا يجب تخزينها في مكان آمن ثم تدميرها كي لا تتاح الفرصة في المستقبل لاستخدامها مرة أخرى. هذان أمران متصلان، ولكن في هذا الإطار يجب محاسبة المسؤولين أيضا، وسننتظر تقرير فريق التحقيق. شكرا جزيلا.